من أسباب صلاح البيوت محاضرة للشيخ الفاضل أحمد بن شملان حفظه الله، كانت بتاريخ 18 من شهر جماد الأولى لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارة شيخنا المبارك أبي ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، وزيارة إخواننا في هذه الدار المباركة وفي هذا المجتمع الطيب المبارك من طلبة العلم والمحبين له، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا جميعا ويجزيهم عنا خيرا وعما يقومون به في خدمة العلم والتعليم. أيها الإخوة الكرام، بما أن المحاضرة أو الكلمة مشتركة بين الرجال والنساء، فأحب في هذه اللحظات المباركات أن أذكر نفسي والسامعين بما يحتاج إليه الجميع وبما هو في صالح حياة المسلم والمسلمة، ألا وهو كيف تصلح البيوت. إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام ليعمر به الأرض وبذريته، وأمر الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام باتباع هداه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ربنا سبحانه وتعالى أمر أن تقوم هذه الأرض على الصلاح وعلى الاستقامة، وجعل الله عز وجل من أسباب ذلك الكثير، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وهيأ الأسباب وجعل في الإنسان الإرادة والاختيار ليختار المنهج السليم، واقتضت حكمة الله أن يوجد لأهل الصلاح من يناوئهم ليكتمل خيرهم وليعظم نفعهم، ولله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في خلق الأضداد. فصلاح المجتمعات
أمر إلهي أمر الله به وبعث المصلحين ليعيش الناس الحياة الطيبة الحياة الهنيئة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تقتصر الحياة الطيبة على الرجال فقط، بل هي عامة في كل ذكر وأنثى، لمن أقام في نفسه شرع الله وحافظ على دين الله. وقد جعل الله عز وجل هذه الحياة قصيرة، يندم ويتحسر من فرط فيها في جنب الله، يندم ويتحسر من ضيعها في معصية الله وفيما يظلم الله جل وعلا. ولهذا فلإصلاح البيوت أسباب كثيرة، ومرتكزها ومعظمها يدور حول التفقه في دين الله من قبل القطبين الأساسيين، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة. تصلح المجتمعات، تصلح الأجيال، تحسن الأخلاق، يحافظ على الدين، فمن المنبع تجد العذب الزلال أو السم الزعاف. إن الذي يحافظ على المبدأ يحافظ على المختم، والذي ينشئ جيله وأسرته على الصلاح ويحرص على ذلك لن يحرمه الله خير ذلك وبر ذلك وجزاء ذلك ولو بعد حين. فالله عز وجل قد بين أن صلاح الآباء صلاح للأبناء، وأن صلاح الأم صلاح للبنت، وأن صلاح الوالدين يعتبر صلاحا للأمة. وهل الأمة جاءت إلا من أب وأم؟ أعني من سوى آدم عليه السلام وعيسى بن مريم، فجميع البشرية يرجعون إلى أبين الأصلين. فمتى حرص الأب والأم على الدين الذي خلقنا من أجله وأرسلت من أجله الرسل وأنزلت الكتب وكل ذلك من مصالح الخلق وفي منفعته، فإنها لا تصلح دنيا إلا إذا صلح الدين، وإنها لا تفرج الكرب إلا إذا اتقينا الله، ولا تصلح الأحوال إلا إذا عدنا إلى الله، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، هو المالك والملك، وهو الرازق والرزاق، وهو المعطي والمانع، وهو الخافض والرافع سبحانه وتعالى. فمتى اتصلت بالله أبشر بالخير. أصل صلاح المجتمع صلاح الأسر، صلاح الأسر. لهذا أذكر بعض الأسباب في ذلك، من أهمها وأعظمها إخلاص الأبوين، إخلاص الأبوين في العبادة لله، والإخلاص سر عظيم لصلاح كثير من الأمور ونفع كثير من الأمور. كلما أخلص العبد في قول أو فعل
أو تربية أو صلاة أو صدقة أو صيام أو غير ذلك يجد بركته الإخلاص. يقول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية، فمتى كان الأبوان حريصين على إخلاص العبادة لله وعلى تربية الجيل لوجه الله، وليكون في أمة محمد من يقول لا إله إلا الله، ومن يعبد الله، ومن يسجد لله ويركع لله ويصوم لله، فسيعطي الله عز وجل المسلم على قدر إخلاصه. ولهذا أبونا إبراهيم عليه السلام ابتلي بأبيه، أبوه كافر، دعا وجاءه بجميع الوسائل التي تدعوه إلى الصلاح فأبى وأصر وأعلن العداوة وتوعده وتهدده، وإبراهيم من حرصه وصدقه وإخلاصه يريد أن يكون أهله من أصلح الناس، ولكن سبق القدر، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، إلا أن الله عز وجل عوض إبراهيم في نسله فكان من سلالته بقية عليهم الصلاة والسلام إسحاق وإسماعيل، ومنهما تفرع الأنبياء عليهم السلام. وهذا من بركة صلاح الأب وإخلاصه وتوحيده وصدقه. ولهذا قال الله عز وجل: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه بالآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جاءت البركة في ذرية إبراهيم عليه السلام حتى جاء منهم آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأفضلهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإخلاص الأبوين مهم في صلاح الابن، مهم جدا، لما تكون نيتك أن يصبح ابنك لله وأن يكون عونا لك في طاعة الله، وأن يكون من أهل دين الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ستجد الخير والبركة. ومن أسباب الصلاح الدعاء للأبناء والبنات من قبل الآباء والأمهات، وهذا جانب يغفله الكثير من الناس، يغفله الكثير، مع أنه في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء. ومن ذريته أن يقيم الصلاة ومن ذريته. هذا دعاء إذا حرص عليه الآباء والأمهات فسيجدون الخير من الله. الدعاء أن تدعو لولدك ولو في كل صلاة، ولابنتك ولو في كل صلاة، لأنه إذا صلح أصلح الله به وكان في ميزان حسناته وصل بره إليك وإحسانه إليك. ولكننا عجزا عن الدعاء لهم، ولكننا منطلقون في الدعاء عليهم، في الدعاء عليه. فتجد الأب إذا ضاق من ولده قال اذهب لا بارك الله فيك، والأم كذا، ويدعون عليهم بالمصائب، ويدعون عليهم ربما بعضهم يدعو عليه بالضلال والعياذ بالله. إذا قيل له ادعو لولدك أن الله يهديه قال الله لا هدى. وهذه الدعوة قد تصادف بابا مفتوحا فيطبع الله على قلب ولدك بدعوتك وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لا توافقون ساعة من الله فيستجيب لهم. كم من أم تقول لولدها عجل الله بزوالك فما يخرج من عندها وما يرجع إلا لحما في كيس، وربما الأب كذلك. دعاء الآباء والأمهات في الخير خير وفي الشر شر. دعوة الوالد مستجابة. هل دعوت؟ كم نسمع من الكبار في السن، وهذا لعله السر في صلاح كثير من أبناء العامة، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، سمعناها من كبار كثير، من آباء كثير في السن، دائما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثم تجد ولده مصليا وهو ما يدخل، لا أدخله في مركز ولا في مجلس علم ولا هداية من الله. الدعاء، الدعاء من صدق وإخلاص، هذا سبب عظيم من أسباب الصلاح، لأنك تدعو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول كن، هو الذي يربيه وهو الذي يصلحه. فانظر كيف أصلح الله عز وجل ذرية الأنبياء بدعائهم، دعاء وحرص على الدعاء. آيات كثيرة في دعاء الأنبياء في صلاح ذريتهم وأممهم. فادعو يا أخي وتدعو الأخت المسلمة لولدها ليلا نهارا في كل سجود في كل وقت إجابة، وستجد الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، بدون خروج مسافات، تحاضر، تذهب هنا وهناك، دعوات في جوف الليل في أن يصلح الله ذريتك، وأنت ممن تستجاب دعوتهم لعل الله أن يصلحهم ويصلح بهم فيكونون في ميزان حسناته. لا تبخل بالدعاء، فهو من أسباب صلاح البيوت. الأمر الثالث القدوة الحسنة، أن يكون الأب وأن تكون الأم أن يكون قدوة حسنة في العبادة، في العقيدة، في الألفاظ، في الصيام، في الصلاة، في البر، في الإحسان. إذا كان الأب وكانت الأم
قدوة حسنة وجدت الخير. إذا رأى ولدك تصلي سيصلي، إذا رأك ولدك تزكي سيزكي، إذا رأك ولدك تصوم سيصوم. لكن لو رأك ولدك لا تصوم رمضان، لو رأك ولدك لا تصلي في الجماعة، أنت الذي ظلمته بقدوته السيئة. إذا رأك ولدك تسب وتلعن وتشتم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. السب من أين جاء؟ كثير من الأبناء من الأب من الأب، حتى وجد بعض الأبناء يحرم ويطلق عمره 5 سنوات 6 سنوات ويقول حرم طلق. من ذي علمك؟ قال أبي. أبي دائما يقول لأمي حرام طلاق. تعلم الابن فوق مستوى، لا هو مزوج ولا تفكر أنه يقول هذا الكلام بهذا السن، لكن الآباء الجهلة القدوة السيئة. فلا بد أن تكون القدوة حسنة. إنما يراك ابنك تخرج المسجد في صلاة الفجر يخرج وتأخذه معك قدوة حسنة، لكن عندما يراك تنام حتى لو أيقظته فإنه ينكسر في نفسه قضية القدوة، لا يرى أنك مهتما بذلك. وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا شيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب يقض ولده يقول ذهب ذهب صلي قد أذن، وأنت قالوا أنا كنت ساهل كنت متعبا، وينام الأب. الابن يراك في الغرفة ينام في الغرفة الثانية، يراك قدوة سيئة. بل والله بعض الأبناء يصرح لأمه ولأبيه فيقول أنا أفعل مثلك. ولهذا من العيب والعار أن تنهى ولدك عن فعل وأنت تأتي. يكون الأب مخزنا بالحالين والدخان بيده ويقول ولده لا تخزن ولا تدخن، إما يخزن يدخن ما هو رجال. وأنت حضرتك إيش؟ رجال ولا مش رجال؟ إذا كان له ولده وأنت قال أنا بسم الله قد ابتلاني الله، هذه ليست حجة. لا بد أن تجاهد نفسك أيها الأب، وأن تجاهد الأم نفسها في أن يكون قدوة حسنة، قدوة حسنة. الأم يا أخواني عندما تراها ابنتها تتحشم تلبس الفضفاض، إذا خرجت تتحجب تلبس الكفوف لا يظهر منها شيء، البنت تمشي مثل وتعمل ما تعمل. لكن إذا كانت البنت ترى أمها في البيت بالبنطلون الضيق والثديين البارزين أمام أولاد وأمام من جاء والزائرات، البنت تتربى. إذا لبست الأم الطويل هي تلبس القصير، وإذا مشت الأم القصير مشت بدون البنت على حسب التعود. لهذا كثير من الآباء والأمهات لا يشعرون بقضية القدوة، وهم يفسدون وهم لا يشعرون، يفسدونهم لا يشعرون، لأن أقوالهم تخالف أفعالهم، يقولون ما لا يفعلون. لا أخي، حتى تكون قدوة حسنة. فقل له لك يلا الصف الأول وإلا ضربتك بالعصا وأنت في آخر واحد من المصلين. إذن العصا لك ولك للاثنين،
فإما أن تكون في الصف الأول وإما أن ترجع في الصف الآخر. القدوة الحسنة مهمة جدا، عندما يراك ابنك على خير. والله يا أخواني إنها حسرة لما تقول لبعض الأبناء لماذا تفعل كذا، قال أبي يفعل هذا، لماذا الجوال بيدك فيه صور ومقاطع لا تجوز، قال أبي معاه جوال أخص من حقي. أبي وربما طالب العلم إلا إن شاء الله. لماذا تسب وتشتم وتلعن، قال أبي مطوع يفعل هذا يفعل هذا. الطفل مثل الإسفنج يشرب ما وقع عليه، فلا بد أن تكون القدوة الحسنة وأن تكون المنهج لولدك الذي ينظر إليه بعين الاعتبار في كل شيء، في الأخلاق، في المعاملات، في البيع والشراء، في الأمانة، في الصدق، في السب أو الشك. أنت ستكون قدوة سيئة أو حسنة على حسب ما يراك. فهذا القدوة الحسنة مهمة جدا في إصلاح البيوت. أي والله إنها قضية مهمة جدا. من الأسباب المعينة على إصلاح البيوت الحرص على التعليم. البيئة لا تولد إلا بيوتا خاربة، لا بد أن نحرص على العلم والتعليم. كان السلف يحرصون على ذلك، على جمع أبنائهم وجمع بناتهم لقراءة القرآن، لمذاكرة الأحاديث، يأخذونهم إذا كانوا مشغولين إلى أماكن التعليم وإلى أماكن التحفيظ وإلى العلماء، يحدثونهم ويسمعون كلامهم ويأخذونهم إلى الخطب وإلى الجماعات والاجتماعات، فيحصل تنور عند الإبن. فحرص الأب على التعليم على حسب مستوى الطفل، لأن الإهمال موجود. وأنا أتعجب من بعض الآباء والأمهات، ربما لو كان الولد نشيطا في لعب كرة أو في مسابقات رياضية وقالوا ولدكم قد حاز المرتبة الأولى أو الثانية، ربما يدفعون له النجوم ويحرصون عليه من أجل أن يكون اللاعب المميز. لكن إذا كان في بيوت الله لا يستطيع أن يعطي المدرس 1000 ريال وهو يكفيه مؤنة ولده ويكفيه تعليم ولده، يا أخواني هذا قصور، قصور في الأب. لما تربي ولدك لا تتابع، لا تتابع المدرس، هذا غلط حتى في مركز علم. تابعه، شجع المدرس وشجع الطالب، شجع الولد وشجع المدرس ولو بالمال، ليس عيبا. كم يدفع الناس المدارس؟ كم كانوا يدفعون المدارس الأهلية؟ يدفعون في الشهر قريب 5000 هذه الأيام، وبعضهم 20000 في الشهر، وبعضهم ربما أكثر. من أين كان يدرس في المدرسة؟ ماذا يدرس؟ يدرس مناهج أكثرها تضيق صدره، وربما مع شباب وبنات مع بنات فاسدة،
أما أن يبذل الخير للمدرس، لو جيت ولدك في تحفيظ قرآن قلت المدرس اهتم به، هدية جزاك الله خير، سيهتم. ليس في المسألة أن هذه مسألة دنيا، لا، هذه مسألة إعانة على الخير، تشجيع على الخير. ولهذا كان السلف يحرصون على ذلك، بل ذكر أن بعض السلف كانوا إذا فاز أو حذق الصبي وبدأ يقرأ ويفهم يعطونه شيئا من المال أو يعطونه شيئا من الحلوى لأنه قد حذق، وأعانوه على الخير. فأنا أستغرب أننا لا نحرص على تعليم الأبناء، هذا التعليم مهم، إن استطعت بنفسك فذاك خير وأبقى، وإن لم تستطع فاستعن، والحمد لله وجود هذه الدور المباركة، مساجد ودروس للرجال ومساجد ودروس للنساء. والله يا إخوة إنها نعمة حرمها أكثر العالم، ليس هناك كاليمن، كاليمن في العلم والتعليم وإغناء الطالب عن الانشغال، ليس هناك كهذه الدور المباركة. صحيح العلم موجود لكن قد لا ينال إلا بصعوبة، بشهائد برسميات، لكن هنا الحمد لله خل ولدك يتعلم، يعتنون به، يحرصون عليه، لا تحرص أن تشجع فعل الخير. كثير من الآباء قد ربما يقول ولدي له فترة، والأمهات تقول بنتي لها فترة ما حفظت القرآن، أنت العامل الأساس، قل لي بربك كم تفقدت، وكم تفقدت المدرس، وكم تسأل عن حاله حتى تريد النتيجة والثمرة الطيبة. كان الملوك يجعلون المؤدبين لأولادهم ويقولون أحسن وأرنا فيهم الثمرة ترى منا ما يسرك، وإلا رأيت ما تكره. فلنحرص على العلم والتعليم، على المحافظة على البيوت بهذا الباب العظيم. اجعل درسا في بيتك، ولو في رياض الصالحين، ولو في تفسير ابن كثير، ولو في تفسير السعدي، ولو في أي باب من أبواب الفقه، ولو بالأسبوع يومين، ولو بالأسبوع يومين أو ثلاثة، تجتمع مع أهلك وأولادك بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر تقرأ حديثا، بدل الكلام الفارغ والأخذ والرد. لكن لسنا مفلحين إلا في اللوم والعتاب، بس لوم وعتاب، لكن ثمرة لا نحرص عليها. من أسباب صلاح البيوت يا إخوة الحذر من جلساء السوء. جلساء السوء كثير، وفي هذه الأعراض كثروا جدا، ومن أخطر جلساء السوء اليوم الجوالات، الجوال الذي ليس عليه رقيب وليس عليه من يتابعه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. جلساء السوء فلو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ يعني لو كان الذي يهدم عمل عشرة أو ألف واحد لك. وفي المثل اليمني مكسر غلب ألف مدّر، يمدّر ألف
يعملوا ألف ملف، واحد مكسر يكسر في لحظات. ونحن عندما نكون حريصين على الإصلاح، حريصين على التعليم، حريصين على العدوى، حريصين، لكننا لا نحذر من البطانة السيئة والجلساء السيئين. طبعا الجلس السوء لا يشترط أن يكون زانيا أو خمارا أو يعني إنسانا مجرما بمعنى الإجرام الكبير، قد يكون هذا الجليس السيء مهملا فيعلم ولدك الإهمال، قد يكون هذا الجليس السيء مفبطا مزهدا في العلم، وإن كان يصلي ويصوم لكن يقول لك اشتر العلم، لا تتعب نفسك، تدقرأنا زمان ولما شبعنا نستفدنا. وإذا رأى ولدك بدأ في عمر العشر سنوات قد حفظ نصف القرآن أو عشر أجزاء، قال يا فلان قد حفظنا قبلك القرآن كله ما استفدنا شيئا. هؤلاء يساوسوا وهؤلاء يثبطون. إذا رأى يحفظ أحد قال قد حفظنا أشهر صنع. فالسيء يعود على غيره بالتثبيط فيثبط. فإياك أن تجالس، وإياك أن تجعل ولدك، وإياك أيتها الأم الكريمة أن تجعل ابنتك رهينة لجلساء السوء، جلساء السوء المخذلين المثبطين عن العلم، المثبطين عن الدروس، عن حلقات العلم، عن المحاضرات، عن الحضور في مجالس الخير، الجوال الذي يفسد الأبناء ويفسد البنات، ضيع العقول وسلب العقول وضيع الأعمال الصالحات، حتى صار الكثير من ينشغل بجواله لا يصلي الضحى ولا يصلي الوتر ولا يصلي سنة الظهر ولا سنة العصر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء، مشغول بجواله ليلا ونهارا. ربما يقول لك الحمد لله أنا معي مجموعات في الفقه، مجموعات في الحديث، ومجموعات تكاثرت الضباء وعلى خراش، فما يدري خراش ما يصيد معه ألف مجموعة والله ما يحفظ حديث اليوم، ما يحفظ حديث اليوم. هات لي شخصا كل يوم يحفظ من الجوال خمسة أحاديث كل يوم يسمعها، هات لي شخص من الجوال كل يوم يحفظ عشر فوائد ويسجلها في الدفتر ويسمعها ويحفظها من الأسبوع، نكذب على أنفسنا، ضيع الأوقات فقط، بس يقلب ويرسل، بل بعضهم يأخذ ويرسل ما عرف إيش أرسل، يحدد ويرمي. وربما أرسل البدع والمنكرات والمخالفات القولية والفعلية والأشياء المبتدعة والأشياء المحرمة عياذا بالله، بل من المصائب بعضهم يرسل الصور هليل. أحد الإخوة يعني أحد ما أعرفه لكن القصة صحيحة، أراد أن يمزح مع زوجته وكان مشتركا في جماعة في مجموعة المسجد، فأراد أن يرسل، جاء وهي نائمة صورها، قال لي هذا التلفون صورها وقرأ عصاها مكشوف وهي نائمة، صورها ورسلها، يريد يرسلها إلى جوالها يمزح معها، رسلها للمجموعة حق المسجد زوجته، ما عرف إيش يعمل، وده شافوا أن المجموعة حق المسجد مطاعم الصالحين زوجته، ايش يعمل؟ عمل تحتها ادعوا لاختكم في العنايه المركزه، ادعوا لها في العنايه المركزه، رجع هذا يكتب له الله يشفيها، وهذا يكتب له يا اخي الله يشفيها بس ما يجوز الصور. المهم تخرج بعد ان تورط، ولكنها مخرجه من تلطخ بالمعصيه. فانظروا البليه أن كثيرا من الناس
ربما يقع في الأشياء في الأوابد سبب الجوالات. يا أخواني والله إن الجوال لطلبة العلم أعظم مفسد، أعظم مفسد. لا أقول إنك ستصير يعني فاسقا، لا، مفسد للعلم، ما تستطيع أن تحفظ، ضيعك من الحفظ، ضيعك من الدروس، ضيعك من أن تشغل نفسك بالكتاب. الكتاب فيه بركة، الكتاب له يعني روحانية، الكتاب تحس أنك عايش معه. أما الجوال الفائدة تأتي تطير، الحالة تأتي وتطير، تحس كأنك يعني كالذي يغرف من البحر بمنخله، ما تأخذ الماء ولا تجد شيئا. وأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فرج الأصابع. هذا حال الجوال، تخونك معلوماته. لهذا انتبهوا جلساء السوء، ومنهم الجوال أكبر جلس، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة، وهي أن تبعد المجتمع من جلساء السوء. حتى الأب بنفسه يبتعد عن جلساء السوء، حتى الأم بنفسها تبتعد عن جلسات السوء، تبتعد. أكثر ما يفسد النساء المجالسات، والله إن بعضهم تتفق مع زوجها على أمور، يعني مثلا قد يتزوج زوجها عليها، تتفق معه ما شاء الله، فلما تجلس مع النساء كذا، فإذا بها تعود عمياء. وبعض النساء ربما ترضى بالمهر اليسير والكسوة القليلة، مجرد ما تدعو إلى الحفلة بس شف دعوة بس واحدة يحضر، هذا ضحك عليك بالثوب، هذا ضحك عليك بالكذا، ضحك عليك بالذهب، كم الذهب، فلانة فلانة، فترجع البنت رافضة للزواج. أيش الذي حصل؟ لا شيء، جلساء السوء الذين لا يحسنون فعل الخير. وأحيانا قد يكون جليس السوء يا أخي رجل صالح، لكنه لا يحسن التصرف والنصيحة، فيكون جليس السوء، يكون جليس السوء ورجل صالح. يقول عبد الله بن وهب: جاءني رجل فقال لي، وهو من أصحابه الصالحين، فقال لي: إني سمعت فلانا يسبك ويشتمك ويقول فيك كذا وكذا وكذا. فقال له عبد الله بن وهب: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ اجلس. فأجلسه ولم يتكلم بكلمة. فلما جاء ذاك الرجل الذي قال هو قال فيك وقال، قام إليه عبد الله بن وهب واحتضنه وعانقه وصافحه وأجلسه في مجلسه، قال: لأرغم الشيطان، ليرغم الشيطان. انظر، هذا الذي نقل الكلام هو ربما صالح لنفسه، لكنه ليس صالحا لغيره. فقد يكون جليس السوء صالحا في نفسه، لكنه ليس مصلحا لغيره. فلا، الماء طاهر مطهر، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فبعض الإخوة هداه الله، وبعض النساء هداهن الله، صالحة في نفسها غير مصلحة لغيره. بر نحرص على جليس الخير وعلى الرفقة الطيبة التي تعينك على الخير وتحثك عليه. واحذر، قد يكون المجالس حاسدا. قد تأتي تقول: أنا اليوم خلصت السورة. يقول: لماذا أنت متقن؟ قال: خطأ، هذا غلط، ارجع من جديد. لا تستشر إلا مؤتمنا في دينه وفي مشورته، فالمستشار مؤتمن.
من الأسباب العظيمة لصلاح البيوت أن نحرص على إزالة المنكرات، ولعلي أختم بها، أن نحرص على إزالة المنكرات. أحيانا يا إخواني قد يكون الرجل مصليا صائما مستقيما لكن عنده مخالفة ولا يحرص على إزالته، ووجود المخالفات معصية، والمعصية تفسد عليك العلم وتفسد عليك العبادة وتثبطه وتكسلك عن الخير. يقول سفيان الثوري: رأيت رجلا يبكي فقلت إن هذا مرائم، فحرمت قيام الليل 7 أشهر أو 9 أشهر بسبب أنه قال فلان. قال قلت في نفسي، ما قال للناس، قال فقلت في نفسي هذا مرائم، يعني حدث نفسه أنه مرائم، قال فحرمت قيام الليل. انظر كم يحرم الإنسان من الخير بسبب بقاء الرواسب الفاسدة من حقد، من حسد، من فضول، من سب، من بذاءة، من كذب، من صور، من أشياء مفسدة للأخلاق للآداب. هذه تفسد البيوت وتقسي القلوب، وإذا قست القلوب ضاق عليها وثقل حب القرآن وحفظ الأحاديث وحضور مجالس الخير. بعض الأحيان تجد أنك لا تريد أن تحضر الدرس، سل ذنوبك، وإلا فقد كان السلف يبكون على فوات الدروس، يبكون على مزاحمة العلماء بالركب، يبكون على فوات الخير وفوات المواعظ. ونحن البعض ربما يحب أن يخرج وقت المحاضرة وقت الدرس، لا يحب أن يسمع، لا يحب أن يقرأ. هناك أشياء عالقة في القلوب أو في البيوت، قطيعة رحم بعض الأخوة أو بعض الناس، بعض النساء عندها قطيعة رحم وما يشعرون أن هذا ذنب خطير. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام، أن تفسدوا في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أحيانا قد يكون طالب العلم أو طالبة العلم أو الصالح صالح في نفسه لكن للرحم قاطع رحم، ليس عنده بر بأبيه وأمه، ليس عنده تفقد لأرحامه، فتجد أن هذا الذنب يعرقله سنوات ولا يشعر. البعض قد يكون عنده نوع من الكذب، بعض النساء عندها كذب، بعض الرجال كذلك، غيبة، نميمة، تساهل بالأغاني، تساهل بالصور، صور ولده، صور بنته، صور البقرة، صور التبيع الجوال. قال أشياء هذا، قال تبيع العيد، يعني تبيع العيد يجوز صور ذات الأرواح؟ ما يجوز أن تصور في الجوال إلا الضرورات، إذا في ضرورة، وإذا جاءت احذفها. من رأى منكم منكرا فليغيره، لا تدع صورة إلا طمستها، الذي صنع الجوال كاتب لك هناك مسح حذف. أنت ما أجول إذا جاءك ومسحت بدون أن تتعمق في النظرة والرؤية. لهذا يا إخواني لابد أن نحذف العلائق، العلائق القلبية والمعاصي الجوالية والبيتية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية. هناك رواسب خطيرة سبب لحرماننا الخير، تجد بعضهم ربما محروم طوال عمره. كان هناك شخص أعرفه في طلب العلم، كان يحسد على عبادته وصلاته وبقائه في طلب العلم أكثر من 10 سنوات، وإذا بالرجل ما يعرف أنه اتصل بأمه يوما من 10 سنين ولا زارها. لهذا ما وجدت البركة لا في علمه
ولا في الخير الذي كان فيه كان يعيش فيه، ما أدرى. بلية وأقم منها يوم أن تقول الناس تحاضر بر الوالدين، بر الوالدين، وأبوك يبكي منك وأمك تبكي، صلة الأرحام، حقوق الجيران، المؤذي وقاطع، الكذب حرام والغش حرام، وأنت من الذين يغشون الناس في بيعهم وشرائهم في معاملاتهم. انتبه يا أخي، وانتبه يا أختي المسلمة، ننتبه جميعا من الذنوب والمعاصي، فهي سبب لحرمان الإنسان من الخير والعلم والصلاح والهداية. رأيت الذنوب تميت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أهدى العاصي. فهذه بعض الأسباب التي حضرني ذكرها، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما نسمع، ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ولكم المال والأهل والأولاد، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.